احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن وأن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحيانا كما ندرس في كل حلقة مشكلة من المشكلات التي تهب على أو الرياح الهوجاء أحيانا التي تهب على البيوت الآمنة فتحيلها إلى حالة من الاضطراب. تعالوا اليوم نسمع سويا لكثير من الشكاوى التي نسمعها من البيوت التي أتمنى أن تكون آمنة، ونرى كيف تهدأ البيوت وتكون بيوت آمنة كما كانت بيوت سلفنا الصالح وكما كانت بيوت أجدادنا الأقربين الذين كان الرضا يهبط عليهم وكانت سحائب الرحمات تتنزل على الزوج والزوجة والأولاد، كانت المحبة تغمر جنبات هذا البيت دون ألفاظ منمقة ولكن شعورا وعملا وتفاعلا. أحيانا نسمع كيعني دعاة وعلماء وفقهاء نحل مشاكل الناس، تصرخ زوجة وتقول إن زوجي لا يصلي، وعندما نسألها هذا الزوج الذي لا يصلي هل كان يصلي في بداية الزواج ثم انقطع أم أنه يعني أنت تزوجتي وهو لا يصلي وأنت تعلمين هذا؟ الإجابات تكون مختلفة. بعضهم يقول والله أنا تزوجت على سبيل أن ربنا يهديه، وأخرى تقول والله أنا أبويا قال لي يا بنتي إن شاء الله رب العالمين لما يكبر يعقل يعني إن شاء الله عقله في رأسه ويبدأ في الصلاة وأنت تكون سبب هداية. بعد ما تتزوج البنت وتقع الفأس في الرأس كما يقولون بالمثل العامي، للأسف الشديد الزوج العربي بطبيعته إلا من رحم ربي طبعا متكبر لا يقبل نصيحة الآخر، وكمان يعني حرمة تنصحني كمان في واحدة تنصحني أنا لم أقبل نصيحة أمي من قبل، تيجي الزوجة كمان أنا أصلي هذه علاقة بيني وبين الله وتسمع منه ما يسوء. ماذا تصنع هذه الزوجة؟ يعني 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات بدأت تخاف أن الولد هيكبر ابنها ويرى أباه لا يصلي، والبنت تكبر وترى أباها لا يصلي، فإذا قالت الأم للولد تعال صلي فلقد بلغت 10 والله لما أبوي يصلي أصلي، فيصير الرجل هذا فتنة على ولده ويصير فتنة على زوجته. ماذا تصنع هذه الزوجة المسكينة؟ أحيانا نسمع مشاكل من نوع آخر، تقول الزوجة يا شيخ أسرة زوجي تكرهني وأخته تغار مني وأمه لا تقبلني، وإذا صنعت فيهم حسنة كتموها، وإن رأوا مني سيئة أذاعوها يترصدون لي كما تترصد قوات التفتيش الدولية بالمفاعلات الكيميائية في أرجاء الأرض. فماذا أصنع مع هذه الأسرة؟ هل أقطع علاقتي بها؟ هل أمنع أولادي من الذهاب إلى جدهم أو إلى جدتهم؟ هذه أيضا مشكلة نسمعها وترى أن فيها قد يكون يعني شيء من الشكوى المريرة. احيانا تقول الزوجة ان زوجي يمنعني من زيارة امي وامي لم تنجب الا انا، او انا الوحيدة الموجودة في المدينة التي تعيش فيها امي، فماذا اصنع مع هذا الزوج؟ اخر يقول انا يا شيخ مشكلتي ليست في هذا كله، زوجتي ان لم تخرج كل يومين الى السوق والى المولات لترى الرائحة والغادي وتشاهد اخر ما نزل في السوق تصير يعني الحياة عبارة عن يعني مصنع من النكد وأرض وتربة خصبة للعكننة، وتصير حياتنا صورة من الاكتئاب وتقطيب الوجه والإشاحة والكلمات يعني التي يعني لا ترى إلا السوء في الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية. هذه أيضا شكوى قد يكون يعني بعض المشاهدين والمشاهدات يقول لك ودي مش مشكلة، فين المشكلة؟ هو هذا الرجل يكبر المسألة بالنسبة له، كل واحد فينا مشكلته تسد عين الشمس. لو واحد لو إنسان أو إنسانة مغرم بتربية الهررة أو القطط في البيوت مثلا، يعني
ويمرض قط من القطط، سبحان الله يمكن لا ينام الليل ولا لا تنام الليل، وهذه بالنسبة إليها يمكن أغلى من ابنها الذي مثلا يعني. فلا بد أن ننتقل إلى الأرض التي يقف عليها صاحب المشكلة. أحيانا يأتي زوجي ويقول والله زوجتي مريضة نفسيا، فنسأله وأنت طبيب نفسي؟ يقول لا، يعني درست علم النفس؟ يقول أبدا. طب إيش عرفك أن هذه الزوجة مريضة؟ يقول أنا فاهم كل شيء، لأن كل عربي الحمد لله فاهم كل شيء. والذي يقول لك أنا فاهم كل شيء اعرف أنه ما يعرف شيئا. ليه؟ لأن من قال الله أعلم فقد أفتى، ومن قال لا أدري فقد أفتى. لكن أنا إلى الآن في هذا العمر وقد شاب شعري وطعنت في السن أن لم أرى عربيا يقول لا أدري، لم أرى عربيا يقول لا أعلم. فكل العرب ما شاء الله يدرون ويعلمون، وهذا سبب تخلفنا. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. تأتيك مشكلة أخرى، الزوج مشغول في عمله، الزوجة ربنا فتح لها مجلس علم، فبدأت تذهب مع الأخوات تسمع الدروس وتتابع الشيوخ الفضائيات وتقرأ في الكتب، تبدأ في التعالم عليه، تقول له هل تدري ما حكم سجود السهو عند المالكية، وما الفرق بين حكم سجود السهو عند المالكية وعند الحنابلة؟ ولا والله ما ادري. ولو انت لا تدري شيء، وانت اصلا وانت لا ابوك لا بيصلي ولا ندخل في دوامه الايه التعالم، وهذه ايضا من الايه من المصيبه. ياتي الزوج ليقول ايضا ان زوجتي تهتم بصديقاتها اهم، واهتمامها بالصديقات اهم من ايه من اهتمامها بي انا كزوج، او انها تفضل الاولاد عليه، او انها تقدم حق الاولاد. يعني هذه جملة ما نسمع من مشاكل. فماذا تصنع البيوت إذا أرادت أن تكون آمنة؟ أولا يعني الإنسان يسعد عندما يطرق أصحاب المشاكل بابه، لأن طالما إحنا هنلتزم بالكتاب والسنة ومن يعرفون في الكتاب والسنة من أهل العلم، يبقى إحنا وضعنا أيدينا على أول خطوة صحيحة في الطريق. ليه؟ نحن لما زوجنا أولادنا الولد أو البنت أو تزوجنا زوجاتنا، حصل الزواج بناء على كتاب وسنة. يضع والد العروس يده في زوج يد زوج ابنته ويقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم، الطلاق الذي يتم في العالم الإسلامي وقد وصل إلى بعض البلاد العربية إلى 56% حالات طلاق. في دولة عربية مسلمة كبيرة كل ست دقائق تتم حالة طلاق. كل 6 دقائق، يعني في الساعة تتم 10 حالات طلاق، في اليوم 240 حالة طلاق. يا الله، 240 حالة طلاق. فكيف احنا نوقف هذا النزيف؟ هذا نزيف اجتماعي. يعني انا اذا يعني قلت ان انسان اذا دهمته سيارة فبدأ يسيل منه الدم، اول شيء بيعمله الطبيب يوقف النزيف. طيب يوقف النزيف لما يعرف مكانه. الطبيب الشاطر يقول لك النزيف ده منين؟ الجسد كله قد غرق بالدماء، فيعرف مكمن ومنبع الدم حتى يوقفه. نحن وجب علينا كمصلحين وعلماء وأباء وأمهات ومرشدين في المجتمع وأئمة مساجد وإعلاميين في كل القطاعات أن نبحث عن أين الجرح الذي سبب هذا الألم. طيب أول شيء نحن نكذب على أنفسنا، وهذه الحقائق. أنا نواجه حقائق. أنا على مدى 40 سنة وأنا أسمع مشاكل الناس وأدعو الناس إلى طريق رب الناس، لكن حقائق الأمور أننا نتزوج على الكتاب والسنة ونعيش الحياة الزوجية بعيدا عن الكتاب والسنة. فإذا حدث الطلاق يحدث الطلاق لا علاقة لا بكتاب ولا بسنة. بدليل عند الخطبة نرى الابتسامات على الشفاه تكاد يعني توسع الغرفة التي نجلس فيها. ما شاء الله، ابتسامة الأم من هذا الجدار الى هذا الجدار، ابتسامة الاب كل فرح. فاذا عقدنا ضاقت الابتسامة قليلا، ان بدأت الطلبات المادية ومسكنك بيت مستقل ام مع امك. فاذا علمت الزوج انه مع امه شعرت ان هذا مأتم وليس عرس. وزيك العروس الان تسأل هو امه على قيد الحياة؟ يقولها لا، تقول الحمد لله وافقت عليه، لا اله الا الله. توافق عليه لانه امه راحت في يعني اخذها يعني عن طريق من الدنيا ملك الموت، فتفرح وتسعد. وده شيء يعني مؤلم. ليه مؤلم؟ لان سبحان الله من طريقة معاملة جدتها ام ابيها مع امها
اساء تقدير يعني تقدير قياس الامر، فرأت ان الذل الذي رأته امها مع جدتها ام ابيها لا تريد ان تكرر المأساة. ليه؟ لان احنا تزوجنا صحيح على الكتاب والسنة، لكن في البيت لا في لا كتاب ولا سنة، انما في غلبة وفي اعراف والاف تعود الناس عليها لا علاقة لها بكتاب ولا سنة. لكن مكمن الخطورة، مكمن نزيف الطلاق الموجود في المجتمع العربي سبحان الله، ان الكارثة ان حقائق الكتاب والسنة لا توجد. بدليل نحن نطالب الان الشباب عندما يأتي للزواج بتوقيع كشف طبي عليه، والبنت بتوقيع كشف طبي على خلوها من الامراض. طيب والامراض النفسية من يوقع الكشف عليها؟ امراض القلب من حقد وحسد وعجب وكبر، انا بنت فلان وده ابن فلان وانا من قبيلة فلان وانت من قبيلة فلان وانت من المشرق وانا من المغرب، الكلام هذا التهريج كله يضعضع البيوت ويبخر الامن من البيوت، فيبدأ نزيف الطلاق من اننا ما طبقنا لا كتاب ولا سنة بالتعامل. نظن نحن ان الكتاب والسنة مجرد اصلي، مجرد ان افعل كذا، لكن هذا موضوع خطير ان شاء الله نكمله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي ان شاء الله حتى نتواصل، لان كل مشكلة لها حد ان شاء الله في الكتاب والسنة، لعل الله يصلح ذات بيننا. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة نكشف بها بعض المشاكل التي تصلنا حتى نضع لها الحلول. القضية الكبرى اننا قلنا ان الزواج يتم في البداية على الكتاب والسنة، فاذا طبقنا حقائق الكتاب والسنة هدأت البيوت، لان البنت التي اختارت الولد الصالح الذي جاء اشترطت ان يكون مصليا اقل ما فيها، تشترط ان لا يدخن، تشترط ان لا يكون له شلة تسوء تجلس على المقهى ليل نهار، تشترط انه لا يسمع الاغاني ليل نهار. اذا الشروط من البداية لو وضحت اتضحت الصورة، اما انها مجرد ان ابن فلان ومن عائلة فلان وراتبه كذا وعنده سيارة موديل كذا فتقبله خلاص، يا خدت اهل الدنيا. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. كما قلت من قبل ايضا الاختيارات الولد عندنا، اختيارات الشاب اول شيء شكلها، طيب ياخدها على شكلها هي جميلة خلاص ياخدها على جميل، لكن هل سأل عن خلقها عن ادبها عن تواضعها؟ ما عندهاش كبر، ما عندهاش غل، ما عندهاش حقد، ما عندهاش تأخر تخلف سلوكي. كلنا عندنا تخلف سلوكي، اللي عنده عجب واللي عنده رياء واللي عنده تكبر على خلق الله والنظر من الناس من فوق، ما دي إعاقة. ولازم الإعاقة يعني يكون عندي رجل ناقصة ولا عين لا ترى ولا أذن لا تسمع؟ لا، ليست هذه إعاقة، هذا ابتلاء من الله، اختبار لرفع الدرجات، هذا كفيف، هذا عنده تأخر عقلي، ليست هذه إعاقة. الإعاقة الحقيقي المعاق الحقيقي هو الانسان الذي عوق او اعاق نفسه عن صناعة الخير. فاي واحد ما يعملش خير يبقى معاق. اما المعاق اللي هو ذوي الاحتياج الخاص ده مش معاق، ده ملاك في البيت، ده ملاك في المجتمع ويجب ان نحسن اليه. لكن الاعاقات السلوكية الموجودة هي التي تحدد المسألة. فعلى ما يختار الشاب الزوجة؟ يقول اول شيء لازم يكون جميلة. طب جميلة دي ابني دي علامة من العلامات، في علامات اخرى عامل زي الايه الاجازة الشهادة اللي ياخدها الولد اخر الفصل الدراسي او اخر السنة، فيها 8 مواد: لغة عربية، تربية دينية، لغة انجليزية، رياضيات، علوم، مواد اجتماعية، تاريخ، مش عارف جغرافيا. طيب لو اخد في اللغة العربية 9 من 10 واخد 0 في الحساب يقول لا يرسب السنة. ليه؟ لانه نظر الى زاوية واحدة. ولما ياخد في الجمال 8 من 10 تمام، طيب وفي الخلق 2 من 10 يبقى راسب، الحياة الزوجية راسبة. من هنا يأتي النزيف الاجتماعي بالطلاق. في ايه؟ انه اخذ بعد الجمال بعد مدة يتعود عليها، لكن لو اخذها تفهم دينها يرى حتى وان كان جمالها نص نص 50% يرى انها جميلة 80% او 90%. لماذا؟ لان سلوكها الجمالي في الخلق يغطي على شكلها الجمالي في الخلقة. لكن هو يرى ينظر الى الخلقة وعايز ياخد واحدة من الايه زي اللي بيتشبهوا دول اللي بينسوا يلبسوا ويطلعوا لنا على الشاشة. في نساء ينسوا يلبسوا في البيت ويطلعوا على الشاشات ويظن انه لا، يعني لا نريد يا بني ان تتزوج هذه، ان تتزوج بنت الناس المرباة التي رأيت لها اما محترمة ابا فاضلا. هذه نقطة. فاذا من الشروط في البداية لما تقول الزوج لا يصلي، واستنى انتظري
تأتي الأول يصلي ولا لا يصلي؟ والله كان يصلي. وبعدين والله ما أدري انشغل وراح على شدة السوء. هو ذهب إلى رفقاء السوء لأنه ما وجد راحة في بيته. لو وجد زوجة تبتسم عندما يعود وتبتسم عندما يخرج وتودعه عند الباب لما ذهب بعيدا. ما الذي جعله يذهب بعيدا؟ ما وجد جنبا يستريح عليه فبحث عن جنب آخر ليستريح إليه. هكذا. طيب زوجة أخرى تقول والله يا شيخ أنا صراحة أسرة زوجي تكره ليه بنتي؟ والكلام لا أعرف لأن هم من عائلة أقل مننا. يبقى أول شيء هي متكبرة فتتعامل معهم على هذا، تنظر لهم من فوق. ليه؟ أنا بنت فلان، لأن لولا أن خالي ضغط علي، ضغط هو في زواج بالضغط، وإحنا نبيع بيعة، إحنا بنبيع سيارة، بنبيع بيت، ده حياة إنسانية، مش حاجة اسمها إيه؟ هم أقل مني مستوى، أنت قابلتهم من الأول يبقى الكفاءة موجودة. قضية أنهم أقل يبقى الكبر عندك أنت، هذه نقطة. طيب، فعلا قد يكون الأسرة تكرهها. هي في كراهية لله في الله كده، ليه؟ فرحوا عندما خطبوك، فرحوا، وفرحوا عندما عقد ابنهم زواجه عليك. طب لماذا يكرهونك؟ لابد ان الخلل عندك انت، الخلل هناك عندك. طيب فاذا قبل ان اصلح لك الاسره يجب ان تصلحي انت نفسك. هذه القضيه، ابدا انا بنفسي، اصلح ما بيني وبين الله. قال ربنا واصلحنا له زوجه. ليه ربنا اصلح له زوجه؟ قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى اسره سيدنا زكريا زرعت الخير فاثمرت خيرا. مفيش، شوف ابن عباس يقول اعرف ذنوبي في سوء خلق دبتي وسوء خلق زوجتي. اول ما يعمل ذنب يلاقي زوجته متعبه والدبه اللي يركبها متعبه. ليه؟ لانه ما زرع خير. لانه لو طوع قلبه ونفسه لله لطوع الله له من حوله. قال عمر بن عبد العزيز نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. كانت الذئاب ترعى مع الاغنام في زمن عمر بن عبد العزيز. ليه؟ عمر الله يرضى عليه حفيد بن الخطاب قال اننا قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا صلحنا. فلما صلح اصلح ما بينه وبين الله ربنا صلح له. فاذا لما تجد يا بني او تجد يا بني، يعني نتكلم الازواج والزوجات اللي يشاهدون الان على الشاشه، لما تجد يا ولدي ان زوجتك متعبه ما تقولش يا متعبه، هي طيبه وبنت ناس ومرباه تربيه فاضله وخلوقه وعندها حسن خلق. فعندما سبحان الله ترى فيها هذا السلوك قل في نفسك انا المخطئ. ابدا بنفسك الاول. هو كل واحد يرمي، يعني هو انا ابو بكر وبقيه الناس ابو جهل. هي تعتبر نفسها يعني اسماء بنت ابي بكر ومعتبر كل النساء او كل من يحيط بها يعني ام جميل حماله الحطب. لا، ابدا بنفسي انا اولا، واذا اردت ان اغير من حولي يجب ان اتغير انا. طيب في نقطه، فعلا في ناس متعبين وفي ناس اهل زوج او اهل زوج فعلا متعبين وشرسين في المعامله، عندهم شراسه، عندهم قسوه، ممكن، ولكن لنعتبر ان هذا الباب باب ابتلاء لك او لك سواء زوج او زوج، باب ابتلاء يرفع الله لك درجاتك ويرفع الله لك درجاتك بهذا الابتلاء. يمكن الله كتب لك يا بنيتي درجة معينة عند عملك لا يصل بمستواك عند او بمقامك عند الله بالمكان الذي يريده الله عز وجل او المكان التي يريدها الله لك. فترفع درجاتك كيف؟ بان الله يبتليك باسره متعبه حتى ترتقي، حتى يكون عندك الايه؟ يكون عندك الصبر. احيانا فعلا في ازواج لما تاتي زوجه تشتكي والله يمنعني من زياره امي. احيانا تذهب البنت الى امها. الام مكمن سر ابنتها، ولكن هذه الام لما البنت كانت صغيره قبل ان تنتقل لبيت زوجها كان يجب تقول لها يا بنتي اللي بينك وبين زوجك وبينك وبين اهل زوجك دي اسرار احتفظ بها عندك، لا نريد ان نعرف عنها شيئا الا اذا اردتينا في الاستشاره فقط. اما ان الام تكون فضوليه وكيف ام زوجها تعاملك وكيف اخته تتعامل معك وكيف تضع الام انفها، فتبدا البنت بطبيعتها، احنا كلنا عرب فضوليين وعندنا بس حد يعني يلمسنا لمسه وما شاء الله علينا نطلع كل الاخبار رويتر على طول من غير شيء سبحان الله. فتبدا البنت في الفضفضه، تروح الفضفضه على مين؟ على او الطرف الاخر او الزوج.
يروح عند امه عند اخواته عند اهله عند اصدقائه ويحكي اسرار. لا، البيوت اسرار. تقول لها يا امي والله هذه اسرار بيوت ربنا، انا جاي اطمئن عليك. فلما الزوج بيراقب مره في مره ان البنت تروح عند امها ترجع ملونه ومتغيره، وبعدين تتعامل معها بطريقه اخرى، وهي البنت على الفطره ما تعرف شيء، اذا بها متمرسه في المعاملات، يقول هنا بصمه امها بدات. البصمه ايه؟ مش البصمه الوراثيه، ده البصمه الاموميه بدات، بس مش امومه صادقه. فاحنا قلنا من قبل في ام طراز امومه وفي ام طراز غم. ففي ام طراز غم تعمل البصمه السيئه دي، بصمه سلبيه، فتبدا البنت تمارس هذه البصمه واثرها على، فيقول ايه؟ تقول هو بيمنعني من زياره الام كده لله في لله. طب هو الاول كان يمنع؟ يقول لا والله ابدا، ده قعد 3 سنوات يقول اليوم اللي عايزه تروح تطمئن على الوالد انا اوصلك لغايه الباب. تقول يا الله ده زوج طيب. تبدا تاخذ هذه النعمه وتسيء استخدامها. فلما يجد ان اسراره اصبحت خارج بيته يبدا يحزن في نفسه. تيجي يقول طب سبب المشكله ايه؟ كثره مكثها منفرده مع امها. لا 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 يا بنتي الحلال يقول لك انت امك عايزه تيجي تزورنا اهلا وسهلا، انا اروح لغايه الباب ناتي بها اهلا تزورنا، يبقى ايه؟ تحت الرقابه الشرعيه، بدل ما ايه؟ بعيد عن إيه؟ عن الرقابه، وتنفرد هي بان تحقنها حقن المسؤول، نتيجه ان الام قد تكون عندها امراض نفسيه، معقده نفسيه، فتبدا مش عايزه بنتها تقاسي من وجهه نظرها كام، ما قاست هي. هنا دي مكان من الخطوره، يبقى اذا هو يمنعك من زياره امك، فعل ولا رد فعل؟ والله ان كان فعل يبقى مخطئ، لكن ان كان رد فعل يبقى نمنع الفعل. اظن الكل فاهم، مفيش حد مش فاهم، مفيش عربي ولا مسلم في مشرق الارض ومغربها، وانا رجل جوال في العالم الاسلامي لا يفهم، كله فاهم وكله اكثر منا فهما، بس في واحد فاهم وعامل انه مش فاهم. يعني ما قال له يا عبيط يا استعبط بالعاميه، يعني ما هو يا اما بيلف ويدور، لانه اذا اراد ان يصلح اصلح موجود. عايز تعيش في نكد ولا تعيش في خير؟ انت يا بنتي عايزه تعيشي في، لا والله انا عايز اعيش في خير، انا لا اريد لا طعام ولا شراب ولا بنت الواسع، انا عايز بس حسن معامله. طيب ماذا قدمتي حتى تحصلي على حسن المعامله؟ انت ايضا ايها الولد ايها الشاب ايها الزوج، انت ماذا زرعت حتى يعني تحصل على الخير؟ ايضا فعلا من ضمن المشكلات الكبيره في بناتنا لما تعودنا على الخروج كل يوم. احنا زمان شرحنا على سيدنا موسى، ولما ذهب عند ماء مدين وجد ناس قوم يسقون اغنامهم، وقال ربنا وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد بنتين واقفين واخدين جنب بالقطيع اللي معاهم بعيد عن الرجال. سيدنا موسى تقدم من باب الشهامه، قال ما خطبكما؟ يعني ما خطبكما؟ يعني ما المصيبة التي أخرجتكما؟ المصيبة اللي أخرجتكما. ويبدو أن لابد أن نخرج الآن إلى فاصل، وبعدين نعود لنرى ما هو الخطب الذي أخرج هاتين البنتين والمرأتين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل عن بعض من المشاكل التي نسمعها من البيوت حتى تؤوب البيوت إلى أمنها مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الاستغراب الذي بدأ على الكريم عندما رأى البنتين منفردتين بالقطيع تذودان تدفعان القطيع بعيدا عن بقية الغنم وبقية القطعان. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة التي أخرجتكما؟ فكان الخروج للمرأة هو الاستثناء، وكان الراحة والهدوء والدعة أنها تعيش ملكة في مملكتها كانت هي القاعدة. فبالتالي اصبح الان لما البعض من بناتنا وزوجاتنا لما تعودنا الخروج كل يوم، فاذا مكثت في البيت يوم يشعر الزوج ان اما زوجته او بنته مريضه، لان ايه اللي قعدها في البيت الا ما اقعدها الا المرض. يمكن الزوج الان يدخل الى البيت يجد امه اخته زوجته بنته قاعدين في البيت، ما خطبكم ايه اللي قعدكم في البيت؟ وكان القاعده ان تكون على عكس المرأتين اللتين رآهما الكريم. فقضية ان بعض الازواج يقول يعني زوجتي اذا ما خرجت في الاسبوع مرة او اثنين تشعر انها في معتقل. يقول لك يا الله احنا نظل محبوسين الى متى؟ ليه؟ لانها ما تعود، اذا كانت جدتها اذا رؤيت في الطريق العام بينزل يا اما رايحة للطبيب يا رايحة تعزي في امها الله يرحمها اللي ماتت.
لكن الآن لكثرة الخروج والحركة أصبح التقيد في البيت ده مسألة يعني قيد ما بعده قيد. القضية الخطيرة كما أن للرجل رفقاء سوء، للمرأة رفيقات سوء، يفاجأ الرجل بأن زوجته بعد ما كانت لا تضع أدوات الزينة والمكياج وكده في وجهها يجد أنها تضع، يجد أنها كانت تكره رائحة التدخين، يفاجأ بزوجته تدخن، يا الله، يتعجب، يضرب أخماسا في أزاز، يكتشف أن لها صديقتين أو ثلاث من كثرة يعني كده التعبير النفسي والحرية، مش عارف الكلام الكبير الذي لا أفهمه ولا يفهمه من يقوله أصلا، يقول لك والله دي هذه حرية. فهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة يعني حلها يعني إن شاء الله بأن تؤوب البيوت إلى الرفق وإلى اللين وإلى مبادئنا وقيمنا الأصيلة. لماذا؟ لأننا لن يصلح لنا أن نتشبه بهذا وذاك. أيضا كثير من الأزواج يقول والله يا شيخ أنا زوجتي حقيقة مريضة نفسيا. ليه مريضة نفسيا؟ يقول والله لا أدري، كده في حالة سكوت دائم، عندها اكتئاب مستمر. طب ممكن عن مريضة فعلا، صح، لو عندها اكتئاب مستمر طب يكون بالله عليك مين سبب الاكتئاب؟ يعني في حد يعني سبب الاكتئاب يكون موجود في البيت ده ولا شيء؟ يقول يا عم لا، إلا أنا. أنت بتبص لي ليه يا سيدنا الشكل؟ مش أنا، هي أصلا مكتئبة، هي أصلا واخدة الوراثة الاكتئاب من 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 أهلها، لا حول ولا. فورا شخص المرض، وهو لا علاقة له بالطب النفسي، ولا علاقة له بتشخيص الأمراض، ولا علاقة بعلم الاجتماع، ولا علاقة بعلم الأجناس، ولا يعرف، لكن هو إيه؟ قرر أنها مريضة. طيب ما دام أنت شجاع كده وقررت أنها مريضة، إيه رأيك تصطحبها وتروح للطبيب النفسي؟ هيكتشف إيه؟ ها؟ حاجة تانية خالص، أن مال المريض في هذا البيت. إذا وجب علينا أن نواجه الحقائق، ومواجهة الحقائق هي بداية حل المشكلة. أما أن أتهم الآخر أنه أقل أو أحمق أو غبي أو لماذا أتعالم على خلق الله؟ ليه نعمل أن أنا أذكى الأذكياء؟ أنا يعني أينشتاين والباقيين عبارة عن شوية أغبياء متأخرين ومتخلفين عقليا؟ غلط كده الكلام، الكلام ده فيه كبر. ليه؟ لأن قد يكون كلنا عندنا إعاقات سلوكية، كلنا عندنا نقائص، وكل بني آدم خطاء. لأن فعلا حقيقة صح قد يكون لك اهتمام أو يعني فعلا مهم. يقول يا أخي لما يجي أهل زوجتي البيت، يا الله البيت يكون عرس وفرح، وتستعد وتقدم لهم الساخن والبارد وسبحان. أول ما يجي أهلي هكذا يشكو الرجل، أول ما يجي أهلي يعني تتذمر، وبعدين تتململ، وبعدين يعني تشعر أنها كأن في إيه يعني بني إسرائيل هجموا على البيت. لا، هذا لا، لا، البيوت لا تعيش هكذا، البيوت لا تعيش، البيوت تعيش بالود. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، شعار البرنامج سورة الروم، خلق لكم من أنفسكم، يعني من أنفسكم يعني زيه زيه. آدم ده مخلوق من الطين، وحواء مخلوقة من آدم، فمع بعض، مع بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب. فلا داعي للكبر، ولا داعي لأن الإنسان إيه يتململ من هذا وذاك. ولكي لا نتململ نبدأ بالاتصالات ما شاء الله. أول الاتصال من أبو جراح، ما شاء الله، صديق البرنامج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رجل يا طيب. مرحبا أبو جراح، كيفك يا طيب أنت؟ كيف حالك؟ ادعينا وياك. الله يتقبل منا ومنك أبو جراح. مرحبا. الله يرحم والدينا ووالديك. يا رب آمين. تفضل أبو جراح. الله يسلم. بداية أمسك وعنبر عليك وعلى جميع المشاهدين. الله يرضى عنك، بارك فيك يا رب. سيدي، الحريم اللي يروح للكوافيرات اللي أيوة. خاصة في الأعراس، هذا استوت هذا الموضة الحين. أيوة. توجه لهم نصيحة، في زوج ما يرضى، في زوج يرضى، فيصير مشاكل بين الزوجين بعد العرس وبعد الخطوبة. طيب حاضر، يعني هي السؤال الأول، هي لحضور الحضور. نعم. كيف نتجنب عيالنا هالأشياء هذه الحديثة اللي طلعت، الكوافيرات والمكياجات، أو الحرمة كيف تحترم زوجها؟ ده سؤال عايز حلقة أبو جراح، عايز خمس حلقات سؤال. حاضر. شو نسوي؟ أنت كلك بركة. الله يبارك فيك يا رب. حاضر أبو جراح. ومشكور يا طيب. شكرا الله لك أبو جراح، لا تنسانا من صالح الدعاء. الله يسلمك. السلام عليكم. بارك الله كرمك الله أبو جراح. أخ عادل، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عنك الدنيا والآخرة يا رب. الله يسلمك. الشيخ عندي سؤال، إذا الزوجة يعني خلت معي عسبت تفهمني شو أقصد، يعني مثلا الزوج ما كان موجود في البيت. طيب. الزوجة مثلا تتفق يا صديقات ولا حد من البيت، من البيت بيت الزوجة ولا يا صديقات، المهم ان هي تروح السوق.
شو الافضل انك اول شيء هي تستاذن منهم وتخبر زوجها ولا هي تتفق وياهم وتطلع معاهم وبعدين يعني ايهما اول يعني اذن الزوج الاول ولا الاتفاق الاول مش كده غلط؟ راي الزوج اول شيء ولا تتفق مع الجماعه اول شيء؟ انا فهمت سؤالك وانا مش عايز البرنامج بتاعي يكون تخليص حسابات لكن فهمت سؤالك. حاضر الله يسلمك. بعدين السؤال الله يسلمك. حاضر بارك الله فيك. سماح السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي تفضلي سماح. بس بدي اسالك انا زوجي من فتره تناقشت انا وياه وكان شوي معصب فقال لي علي الطلاق ما بتطلعي لعند جارتك بدون اذني. فانا خايفه اني يعني شي يوم انسى او كذا ويوقع اليمين فكيف انه بدي افدي اليمين هذا؟ طيب حال هو طبيعته حتى هو موافق انه يفدي اليمين يعني هو قاعد جنبي. طيب خايفه اني اوقع بالغلط. طيب يعني قاعد جنبك هو عصبي ولا انت اللي عصبيه؟ هو كان معصب شوي. انت كنت كان معصب لكن كان مش عصبي يعني. طب انت عصبيه؟ ايه انا عصبيه. طيب كمان. خلاص حل حال مع نسبك سماح. كيف سماح وعصبيتها بحاتم؟ طيب بارك الله فيك يا بنتي ربنا يخليك. بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا الشيخ. اطلب من عندك تدعي لي ان يجمع بيني وبين زوجي بالخير والبركه يا رب. يعني يا رب يا رب متحابين متوحدين. الله يطول عنكم يا بنت شياطين الانس والجن ويؤلف ويؤدم بينكما بحق من يقول الشيخ كل شيء يكون كل شهر وكل ان شاء الله. تدعي لي الشيخ. عندي سؤال. انا دوم ماني مرتاح يعني زوجي زين والحمد لله بس احس ما عندي راحة في البيت يعني مجرد ان اتصل فيه اذا مارت علي يجيني وسواس وعندي فيه طبع. ابا الشيخ ما ادري كيف تنصحني افتش في تليفونه. نعم. ويعقب اذا شفت شيء بتم مريضة لين شهر لين ابو يعتمه وسوسته ما بقول له ولا اطلع له شيء واحسن زوج له في البيت يعني طبعي ما بغيره اذا حتى لو شفت شيء. طيب. بس من داخلي يا سامرض يعني احس بعمري اكل اكيد طبعا اكيد ومأثر. طيب. على عيالي وشي. حاضر محمد. حاضر ادعي لي يا شيخ. ربنا يفك كربك ويسر امرك. امين. طيب سالم السلام عليكم. السلام ورحمة الدكتور. مرحبا سلمك الله يا حال. الله يبارك فيك يا رب. عندي استفسار بسيط الله يخليك. تفضل حبيبي. بخصوص مشاهدة المسلسلات شهر رمضان كريم. ايوه هل يستوي ولا مسلسلات رمضان؟ ايوه مالها؟ لا مسلسلات خليجية يعني. طيب في النهار يستوي المشاهدة؟ لا طبعا احنا وان كنا قبل رمضان يعني كان لا يعني هل يجوز ان ترى حرمة اجنبية تسير في الطريق وتطالع في وجهها وجسدها في الواقع يعني ينفع؟ لا. طيب خلاص اللي في الشارع واللي في التلفزيون. بارك الله فيك. طيب اجابك يا سلام. بارك الله فيك. سلمك الله من المسلسلات ان شاء الله. طيب يا سيد ام محمد. محمد اخرى يعني ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. مرحبا يا بنتي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي اهلا بك. لو سمحت يا شيخنا انا طبعا ارائك وكلامك كله يعني بخط تاج على راسي. الله يبارك فيك يا بنتي. ويعني ارائك دائما هي قدوتي يعني ما شبك كقدوه في حياتي. ربنا يا بنتي يجبر بخاطرك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. طبعا. انا عندي مشكله. واحدة. انا ما بحس روحي ان انا زوجه صالحه. نفسي اكون زوجه صالحه. زوجي زول كويس جدا وصالح جدا بس انا على طول من اقل مشكله بقول انه لازم يطلقني. ف يعني غلبت خلاص يعني دائما عندي 8 سنين متزوجه وعندي منه اطفال وكذا. الله اكبر. بكره جدا وبكره حتى اطفالي لوالدهم. ف يعني بمرور الزمن فهسه لي سنه تقريبا بيقولوا لي او قرابه السنه بيقولوا لي تمشي تتعالجي. فبدينا في جلسات رقيه شرعيه يعني لانه من غير اي سبب بتكون المشاكل واتفه سبب ممكن نعمل يعني اقول انه لازم يطلقني. فلما بدينا الرقيه الشرعيه حسيت انه خلاص يعني فعلا فيها اشياء غريبه بدات تظهر علي وحاجات. نعم. غريبه هم بيقولوا لي. نعم نعم. ف يعني دايما فكل الرقوني رقيه شرعيه في بيقولوا انه واضح انه في سحر. في سحر. طيب يا بنتي انت دايما يا محمد متوتره دائما ليل نهار متوتره في حاله دائماً. توتر دائما وما بقدر يعني اقعد في مكان واحد دائما بحس ان في نار. طيب. على قلبي. طيب. ودائما بتبدا الحاجه اول ما زوجي يجي داخل البيت. جاوبك يا بنتي. حاضر ربنا يا بنتي يطرد عنك الشر ويصبك الخير يا رب ان شاء الله. طيب شكرا. حسن السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ. الله يعطيك العافيه بارك فيك يا رب يجيكم خير. الله يرضى عنك. تفضل. الله يحفظك بارك فيك. ما بدي اطول ان شاء الله غيري ان شاء الله الصلاه. بس بالنسبه لموضوع اهل الزوج والزوجه. ايوه. هدول دائما بيلعبوا دور كبير. هلا باحد المرات اختي كانت متزالي مع زوجها وكان الحق على زوجها. بس انا قسيت عليها ورجعت على بيت زوجها لحتى ما تاخذ يعني بعدين مثل ما بيقولوا انه كل ما صار شغلي تجي على البيت وكذا وتخرب بيتها بايدها. الله يفتح عليك. في عندي صديقي كمان وغالي علي كثير بيشكي لي بيعتبرني مثل اخ، فبيقول لي انه بيبقى طالع من البيت مخنوق من زوجته من تصرفات امها لما بتجي وبتعلمها وكذا، فالاهل بيلعبوا دور كبير سواء كان اهل الزوج او اهل الزوجه بتعاملهم مع البيت، فبدنا كلمه منك للاهل. الله يبارك فيك ويجزيك الخير وشكرا كثير لكم والله يجزيكم الخير يا رب. هم الحقيقه هم اللاعبين الاساسيين في المنتخب. هم اللاعبين مش لاعب دور، هم لاعبين مش قاعدين على دكه الاحتياطي، دايما بيلعبوا في الملعب حتى في نهائي الكاس بيجيبوا النهائي هم ورقه الطلاق. حاضر. اجابك حسن ان شاء الله. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك لك. لو سمحت انا عندي استفسار بخصوص خروج الزوجه من دون علم زوجها. طيب. وبخصوص نقطه، انا كنت متزوج يعني تقريبا من سنتين. ف يعني انا كنت يعني كنت خاطب منها وعلاقه معها طيب 7 سنين. فمزوجنا فصار خلافات بيننا على الخروج والدخل. الام ممكن تساعدني في حل يعني هي تخرج يعني من دون علمي مثلا امها تدخل في المشاكل ولا كانك موجود في الحياه يعني. ايوه. وبعدين فأنا غلبت معها. أول كان السبب أنك تاني أخرج كثير فقللت من الخروج وما كنت أخرج وهي تقام تخرج وأنا جالس في البيت. طيب فشو الحل يعني بيننا؟ حاضر. والسلام عليكم. بارك الله فيك محمد يا الله يرضى عليك. بارك الله فيك. طيب نبدأ في الإجابات لأن يبدو الوقت أحسن الأسئلة ما شاء الله. طب في سؤال تاني من مجدي. السلام عليكم. مجدي الشواف معك من مصر. يا مرحبا حبيبي. مرحبا. انا شرف كبير ان احنا والله يا ابني اهلا بيك. والله فعلا بالنسبه لحكايه البيوت والاهل والكلام ده حضرتك انا برضو بنعاني من هذا الموقف والله العظيم. نعم. يعني الواحد ما بيتاخرش عن زوجته في اي حاجه. واخد بال سيادتك؟ بس برضو الواحد بيبقى بينزل مصر بحس انه عايز يحس ببيته وكلام من دوت. برضو بتحس يعني الانسان بحس بعينه من نظرات اهلها كلام. يعني انا العلاقات الزوجيه مفروض ما تخرجش بره المراه صح وزوجها. صح. يعني انا مش لازم هي تحسسني او اهلها تحسسني بالكلام ده، انا بحسها في عينهم. نعم. واخد بحضرتك يجب يعني انا ده يعني قبه جنرال للمراه العربيه كلها مفروض تحافظ على زوجها لان الراجل بكفيها كل شيء. نعم. فاطلب يعني معلش نصيحه للعالم. شكرا. ومجدي مشكلتك انك راجل ذكي والذكاء محسوبا على الانسان كثيرا. طيب سؤال من ام محمد. ام محمد ثلاثه يعني محمد ولدنا يعقوب المخرج بتعطي النمره 3 يعني عشان اعرف ان السؤال مش مكرر. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ. يرضى عنكم. الله يحييك. اقول لك بالنسبه لموضوع البيوت الامنه وان شاء الله بيوتنا كلها تصير امنه يا رب يا ام محمد. بس انتم لا تركزون انتم كل المشاكل المراه والله الحريم في هالزمن مظلومات كثير. طيب وانا قلت كلام غير كده يا ام محمد. مجتمعاتنا يعني احس ان المراه مسكينه مهما حاولت ومهما سوت. طيب. يعني التقدير صراحه حتى الرجال في هالزمن تغيروا كثير مو مثل ابائنا. صح صدقت. صح فليت تعطيهم نصيحه ولو هم قليلين اللي يشوفونك والله مع الاسف. طيب هذا محمد معذره هل يعني قليل العلماء اللي بيقفوا جنب المراه ولا كثيرين؟ والله قليلين جدا. وانا من ضمن القليل ده ولا من ضمن الكثير؟ لا انت جزاك الله خير ما تقصر. جزاك الله خير. بس انا اقول لك يعني في هالزمن صراحه رجال بعد في لهم مواقف كثيره. صدقت ام محمد. يعني صعبه على المراه. حاضر انا اوضحها. بارك الله فيك. انت ولو ان انت المشكله احنا حتى يا شيخ احنا اكثر ترى مشاهداتك من النساء. صح. العوائل يعني احنا اكثرنا حتى انا اتمنى يعني الازواج انهم يجلسون ويشوفونك بس الظاهر انهم قله والله. الله يرضى عنك يا رب يبارك فيك. شكرا ام محمد بارك الله فيك. الله يرضى عنك. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه مرحبا. طيب يبدو مريم انقطع الخط. حاولي يا مريم مره اخرى. طيب نعود الى اللي نبدا في الاجابات ان شاء الله عشان الوقت. اولا كانت اول السؤال كان اخونا طيب في ابو رائد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا ابا رائد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا مرحبا يا مرحبا تفضل. كيف صحتك؟ الله يرضى عنك. الله يحييك شيخ. انا طبعا كنت متزوج وقمت تزوجت مره ثانيه. طيب. فزوجتي الاولانيه يعني عم بعاني مشاكل معها. ده هي مطلقه الان ولا لسه موجوده؟ لا موجوده. موجوده هي. موجوده نعم نعم. الزوجه نعم. الاولى هي اللي تعاني من من معها. ايوه القديمه هي تعاني. هي الزوجه اللي تعاني مش انت. ايوه. من ايه؟ ايش الحل يعني وايش تنصحونا بالموضوع؟ طب هي تعاني من ايه تحديدا؟ يعني ما هي مبسوطه على الزواج يعني بشكل عام. ما هي يعني ما هي راضيه على الزواج بشكل عام. نعم. طبعا عندي اولاد منها وما انا مقصر عليها بشيء ابدا. طيب فايش تنصحونا؟ حاضر ربنا يرضى عليك يا رب. ام عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا. مساك شيخي. الله يرضى عنك تفضل يا بنتي. استاذ بسالك انا زوجي شو اسمه لا يصلي. كان بدايه الزواج يصلي وبعد فتره تقريبا ترك الصلاه. يعني الحين تقدر تقول يمكن صلاه في الاسبوع اوقات يقطع الصلاه. يا الله. هل اصبر ولا لا اصبر؟ واذا صبرت شو جل يعني انقطع منذ متى؟ منذ متى يا بنتي؟ منذ متى ام عبد الله؟ يعني بعد الزواج قول بعد ولادتي انقطع. بعد الزواج يعني حملت ولد. ربنا رزقه بالولد انقطع كانما يريد ان يشكر الله على طريقته. لا اله الا الله. فسبحان الله. يعني كنت جدا فرحانه يا شيخي انه يصلي. وبعدين اتمنى ان يكون موجود جنبك ام عبد الله عشان اكلمه كاب يعني لعل الله ان يهدينا جميعا سواء السبيل. لا هو مش موجود فما ادري. فكرت طيب. كثيرا يا شيخي اني اتطلق منه. انا ابلغه رساله عن طريقك وانت توصلها له ان شاء الله. بارك الله فيك يا بنتي. طيب الاسئله ابو جراح يثير قضيه النساء التي يذهبن الى الكوافير في الاعراس. على كل يعني يا ابو جراح اذا كانت الاعراس يعني تذهب الكوافير تذهب الى من تزينها من النساء خير وبركه لان الاخوات بيبقوا مع بعض ياخذوا راحتهم في العرس بحاله استثنائيه ويعني ان شاء الله رب العالمين. يعني طالما انا كنت اود ان زوجة مره تفاجئ زوجها يعني وتروح عند الكوافيرة دي وتتزين لزوجها وترجع حتى الرجل يعني لما يرجع بلغة الإعلاميين وأولادنا المصورين اللي قاعدين معايا في الاستوديو يعني يقولوا عليه نيو لوك منظر جديد كده حاجة إعلامية جديدة يعني يقول له مين دي زورنا في البيت يعني مين دي تطلع زوجته. فأتمنى أن الزوجة تفاجئ زوجها بهذا إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ عادل القضية من تبدأ يعني من أين تبدأ؟ تستأذن الزوج الأول في الخروج ولا تتفق مع صديقاتها الأول؟ لا تستأذن تعطي الإذن الأول. لا يعني هو في الرجال يعني لا لابد يعني الأدبيات المرعية والقيم الأصيلة الإسلامية نستأذن الزوج الأول مش ناخد قرار أنا اتفقت مع صديقاتي بكرة الساعة 9 احنا ماشيين ما رايحين سايرين. ناخذ الاذن الاول بعد الاذن اتفق ان شاء الله. بنتنا سماح تتناقش مع زوجها وهو عصبي فاقسم عليها بالطلاق انها لا تذهب ولا تصعد الى جارتها او تذهب عند جارتها. هو ممكن يعني يهدى ويعود الى هدوءه ولا ياذن لها ان شاء الله ويكفر عن هذا اليمين باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام ان شاء الله وربنا يهدي الحال باذن الله. وهي تقول ان هي عصبيه شويه هدئي يا سماح من عصبيتك واجعلي لك من اسمك نصيب ولا داعي لنقاش الزوج عند لحظه غضبه. ام محمد طيبه وكله ولكن عندها مشكله التجسس على تليفون الراجل ودي مصيبه كثير من الزوجات. الله قال ولا تجسسوا. خلاص لن تتجسسي الا ويحصل لك شر. وللرجل نفس القضيه اذا شككت فلا تحقق. يعني تشك في امر وفي داعي تبحث عن ايه عن بقيه يعني احنا مش في المخابرات العامه التي ترصد الارهابيين الموجودين في الجبال وفي الافاق. لا يعني احنا البيوت ليست بهذا ولا تجسسوا. خلاص ولا تجسسوا تمام. طيب ولدنا سالم كان يتكلم عن مسلسلات رمضان. هو طبعا مصيبه ان يلتصق رمضان بمسلسلات. رمضان هو شهر عباده وصيام.
الأم محمد الأخرى زوجها صالح، ولكن هي من أقل مشكلة تتوتر، ولما حد قرأ عليها الرقية الشرعية توترت أكثر. أنا أرى أن تجدي صديقة صالحة من الأخوات الملتزمات تعيد عليك الرقية الشرعية إن شاء الله رب العالمين، وربنا بنتي يطلع عنك شر عليك بسورة البقرة بإذن الله، فإنها تطرد العيب والحسد إن شاء الله. ابننا حسن يعني قضية الأهل من الطرفين، وقضية أنه هو ما شاء الله أخته يعني وقف ضدها رغم أن زوج أخته اللي كان مخطئ، هذه العقلانية التي يجب أن نربطها ونضبطها، ويعني إن شاء الله ربنا يطرد الشر إن شاء الله بإذن الله. محمد كان بيتكلم برضو قضية خروج الزوجة وبدون إذن، طبعا هذا لا يجوز ولا يصلح ولا يصح في بيوت المسلمين. الأخ مجدي كان بيقول أن الأسرار الزوجية والبيتية بيلمحها في عيون أهل زوجته، هذا من خطأ الزوجة أن تنقل أسرار بيتها إلى أهلها، هذا إيه؟ هذا شيء يعني سيء. بنتنا أم محمد تتكلم كلام طيب، يقول أن الرجال هذه الأيام غير رجال زمان، لأن احنا عايزين تقدير للمرأة، حقيقة لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، وهذه قضية يعني كان أجدادنا يحترمون جداتنا، وكان أباءنا يحترمون أمهاتنا، فيجب أن نحترم أيضا زوجاتنا لكي نجد من يوقر بناتنا بإذن الله رب العالمين. الكريم هو الذي يكرم زوجته، واللئيم الذي يهينها. أبو رائد يقول أن زوجته الأولى تعاني من مسألة الزواج الثاني، أمر طبيعي يا أبو رائد، يعني خليك أنت حنون عليها واشرح صدرك لها وعوضها عن هذا، لأن هي المرأة لا تقبل أبدا أن يشاركها زوجها أي إنسان، حتى ولو كانت أمه أو أمها حتى يعني أو أهلها، لا هي لا تريد هذه المشاركة، فأنت خليك حنون عليها إن شاء الله. أم عبد الله كانت تنهي الأسئلة بقضية أن زوجها كان يصلي وترك الصلاة. أنا أقول له يا بني لا بركة في البيت، الواحد في البيت لا يصلي، لأن هذا يطرد الملائكة وتحضر الشياطين، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لك وأكرمك الله بهذه الزوجة الصالحة وبهذا الولد أو البنت اللي ربنا رزقكم به، أن تشكر رب العباد على نعمه، والصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة هو صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، وأن يؤمن أوطاننا، وأن يهدي أزواجنا وزوجاتنا، وأن يرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وأن يهب لنا من أبنائنا وزوجاتنا وأزواجنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله مع البيوت الآمنة. لا تنسوا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.